صباح النور خوتي، صباح النور حبابي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ المهم هذا الفيديو خوتي ديال اليوم بغيت نطيب لكم واحد العدس واعر بزاف. عرفتي راه ملينا من الطواجن، ملينا من الكسكسو، ملينا من كل شيء، قلنا بلاتي نطيبوا العدس ومنها نصوروا الفيديو، منها حتى الناس اللي ما كيعرفوش يطيبوه هادي نوريهم الطريقه. المهم اخواتي هذا الفيديو تاع اليوم بغيت نطيب فيه العدس، فيديو عادي جدا. عرفتي ما كان عندي ما يدار، قلت اللهم نصور ومن هالناس يستافدوا. والمهم هالعدس دابا درته في الصينيه كنقيه، عرفتي ما عجبتو من الهري ما منقيش، ضروري خصك تنقيه وتحيد منه داك الوسخ وداك الشيء كامل اللي كيكون فيه، تحيدو منه حتى يصفى مزيان. وما الطريقه غير الزوافريه فهمتيني، راه كتعرفي الاغلبيه ديال العيالات كيعرفوا يطيبوا العدس. المهم انا خويت هذا العدس ودابا انا خويته هنايا في البانيو باش نغسلو، ضروري خصو يتغسل الخوت. العدس كما كتعرفوا راه كيكون موسخ وهادي وكيكونوا فيه الميكروبات. المهم خوتي غادي نقطعوا مطيشه باش نحكوها في ديك القطعه ديالها، نحكوها ان شاء الله. دابا عندي هنا غير جوج مطيشات، بركه ديروا نتوما جوج مطيشات. والمهم احنا غادي نحكوها دابا غير بشويه بشويه، خاصها تحك مزيان. عرفتي راه ما كيبقى فيها الاخر لداخل، خاصها تحك مزيان. المهم دابا غادي نحكو مطيشه كما كتشوفوا، حكوها مزيان 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 مزيان. المهم اخواتي بقاو معايا، كنتمنى ديروا لي لايك. دابا غادي نسد هاد الشرجم، عرفتي راه ديك الاشعه كضرني في عينيا وراكم عارفين دابا انا مريضه وما كنشوفش مزيان، ايوا الغلب الله. المهم اخوتي انا دابا كنحك في مطيشه بشويه عليكم اخوتي، راه هادي اسهل فهمتيني، اسهل طريقه باش ديروا بها العدس. المهم تبعوا معايا الطريقه والزوافريه، هاد الفيديو خصوصا للزوافريه اللي باقي ما كيعرفوش يطيبوا هذه. نديروا لكم العدس، تعرفوا حتى نتوما تطيبوا العدس باش زعما الا كنتو جالسين فهمتيني. المهم دابا انا حكيت هاد المطيشه، غادي نجيب البصله حتى هي، غادي نجيب البصله ونحكها. حكوها مزيان مزيان، ما تخليو فيها حتى شي حاجه. المهم انا دابا كنحك في مطيشه كما كتشوفوا، قربت مثالي عرفتي قاصح هاد الحكاكه عندي. والمهم لاشي نقدوها مزيان، ايوا دابا سيدي غادي نجيب هاد البصله نحكها مزيان، نحكها كامله. دابا راني غسلت الخضره وغسلت داكشي كامل، غسلته حك حك مزيان مزيان. المهم يتبعوا الطريقه ديالي خوتي، وكنتمنى ديروا لي لايك وديروا لي جيم ان شاء الله حتى انا طلع لي القناه ديالي. دابا انا كندير غير هاد الافكار البسيطه، راكم عارفين دابا انا باقي فهمتيني ما عنديش افكار وحالتي ما تسمحش ليا، راكم عارفين الاكتئاب والامراض العصبيه وداك الشيء، ما عنديش الافكار. المهم انا دابا كنحك في هاد البصله، حكيتها مزيان كما كتشوفوا. ودابا غادي نطرفوا هاد، المهم غادي نطرفوا هاد الشيء اللي حكينا. غادي نجيبوا واحد الكوكوت كما كتشوفوا ونقطعوا الثومه، ضروري اخوتي تجيبوا جوج ثومات بحال هكاك وتقطعوهم بلا ما تحكوهم، الثومه قطعوها بوحدها هي كما كتشوفوا. دابا انا كنقطع في الثومه، غادي نقطعها ونجبد شي كوكوت، ضروري من الكوكوت. المهم تبعوا معايا الطريقه وغادي نسكت شويه، عرفتي فاش كنبقى نهضر بزاف كنعيا والله العظيم. كنشقى بالجلاب، راني فهمتيني جيت من البوسطة ولقيتيني كنشقى بالجلابة، اصلا غادي نحيدها دابا، غادي نسالي الشقة ونحيدها. المهم احنا جبنا المقلة خوتي، جبنا المقلة، جبنا كوكوت عفوا، غادي نكبو عليها الزيت وغادي نكبو عليها العدس. ما ديروش الماء هو الاول، ديروا الزيت وعاد ديروا العدس. والمهم باش يتقلى مزيان في ديك الزيت عاد كبو عليه الماء خوتي،
فهمتوني دابا. المهم احنا كبينا دابا هاد العدس كما كتشوفوا، درنا في البانيو غسلناه وكبيناه هنا في الكوكوت، وغادي نقطعوه ليه كما كتشوفوا. غادي نخويو عليه ديك مطيشه والبصله اللي حكينا، وغادي نديرو عليه. المهم غادي نقطعو القزبر والمعدنوس بجوج بيهم، غادي نقطعوهم صغارين. ها انتما كما كتشوفوا غادي نقطعوهم صغارين، قطعوا هذا كامل، قطعوا المهم مزيان فيتقطع صغير كما كتشوفين هنا كنقطعوا صغير. ها هاد الموسره ديال التقطع ديال القزبر، ماشي الموس الاخر. الموس الاخر ما كيعرفش زعما ما كيقدش الخدمه هي هذيك. المهم انا دابا كنقطع في القزبر، بقاو معايا تبعوا الطريقه ديالي الله يرضي عليكم. والزوفريه تبعوا الطريقه. انا دابا ساليت مع هذا القزبر، غادي نقطع من موراه، غادي نقطع الثومه. ايوا احنا قربنا نساليو كما كتشوفوا. دابا كنقطع في الثومه، قطع جوج ثومات، هي ضروري من الثومه، الا ما درتيش الثومه في العدس راه ما كاين والو. ما الثومه هي اللي كتنسم العدس، فهمتوني؟ ايوا خوتي انتما كتشوفوا دابا قطعت الثومه وقطعت القزبر، وهذا درت ليه الكركم، ديروا ليه الخرقوم كركم. المهم عنده جوج سميات، الكركم والخرقوم اللي ما كيعرفوش. وهذا سكينجبير، ديروا شويه سكينجبير، وغادي نديروا شويه تخليطه فيها. المهم تخليطه فيها كل شيء، سيروا عند العطار وقولوا ليه التخليطه. المهم احنا نديروا شويه تخليطه، وغادي نديروا شويه د الكمون، كمون ضروري شويه، المهم راه كينسم. وغادي نديروا الملحه، الملحه درناها. ايوا خوتي دابا غادي نحركوه، نحركوه مزيان كما كتشوفوا. غادي نديروه فوق النار ونجيبو معلقه بحال هكا ونحركوه باش يتقلى، تقلى ديك العطريه وتقلى داك القزبر معاها وديك البصله، ونخليوه واحد خمسة دقائق. عاد غادي نكبو عليه الماء. راه الطريقه سهله جدا جدا اخوتي، ماشي شي حاجه فهمتيني، ولاني كيجي بنين بلاش الزايده. المهم ما كبيتش عليه التصبيره، ضروري من التصبيره، وكبيت عليه الماء. وغادي دابا غادي نخليه زدنا عليه دابا فوق النار مهيله شي ساعه جنبنا، وغادي نحضروه. المهم هو العدس كيطيب دابا، وملي غادي نحضر مرحبا. المهم العدس ديالنا جاو تاكلوا، مرحبا بكم، مرحبا والف مرحبا. هذا هو العدس، سهل تحضير واقتصادي، ما يفوتش لك 5 دراهم ولا 10 دراهم خوتي. هذا غدا بسيط جدا.